President El Sisi. فخامة الرئيس السيسي، شكرا جزيلا على الضيافة الحارة وعلى هذا التنظيم الرائع لمؤتمرنا. مؤتمر الأطراف 27، السيد شكري أصحاب السعادة، أيها الأصدقاء الأعزاء، في بدء بعد أيام إن كوكبنا الأرض سيقطع سقفا، 8 مليون شخص سيخلقون، سيولد المولود 8 مليار بعد أيام، وهذا الطفل ورقمه 8 مليار أو يأتي في المليار الثامن سيسألنا ماذا تركتم لنا في هذا العمل. إن مؤتمر الأطراف حول المناخ وتذكير بأن الجواب هو بين أيدينا والوقت يمر بسرعة. نحن نناضل من أجل حياتنا ونحن نخسر. إن انبعاثات غازات الدفيئة ترتفع باستمرار، درجة الحرارة ترتفع، وأن كوكبنا يصل إلى ذروة تؤدي إلى فوضى مناخية لا رجوع عنها. نحن نتجه نحو الجحيم المناخي، والحرب في أوكرانيا ونزاعات أخرى كلها تسببت بزرف الدماء وبآثار سلبية عبر العالم، ولكن نحن لا نستطيع، نعم لا نستطيع أن نقبل بأن لا نركز اهتمامنا على تغير المناخ. طبعا يجب أن نعمل معا لندعم جهود السلام ولكي نضع حدا للمعاناة، ولكن تغير المناخ موجود على مستوى أكبر وهو التحدي المحوري في قرننا هذا. في الواقع من غير المقبول ومن الصارخ ومن المدمر أن نضع ذلك في آخر أولوياتنا، بل فعل العديد من النزاعات اليوم مرتبطة بتزايد الفوضى المناخية، والحرب الأوكرانية كشف عن التبعية للعنصريات، وبالتالي هذا المؤتمر يظهر أن هنالك تهوين أخضر، ولابد من العمل الفعال ولابد من المساءلة الكفوءة والفعلية. أصحاب السعادة، النشاط الإنساني هو سبب المشكلة، وبالتالي فإن العمل البشري يجب أن يكون الحل، والعمل من أجل إقامة الطموح وبناء الثقة خصوصا بين الشمال والجنوب أمر ضروري. العلوم واضحة، أي أمل بحد ارتفاع الحرارة ب 1.5 درجات يعني انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، ولكن الهدف المتمثل ب 1.5 درجات هو داعم للحياة، ولكن المكنة جارية ونحن أقرب إلى نقطة لا عودة، وهذا أمر خطير. وتجنبا لهذا المصير السيء، فإن كافة الدول يجب أن تسرع انتقالها في هذا العقد. دول المتقدمة مجموعة العشرين عليها أن تقوم بالقيادة، ولكن الاقتصاد أساسي للحد من انبعاثات الدفيئة. في العام الماضي وفي غلاسكو دعوت إلى دعم الاقتصادات الناشئة من أجل تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة انتقالا من الأحفوريات، ونحن نحرص تقدما في الشراكات على صعيد التحول في الطاقة، ولكننا نحتاج إلى المزيد. لهذا السبب وفي بداية مؤتمر الأطراف 27 أنا أناشدكم من أجل الوصول إلى ميثاق تاريخي بين الدول النامية والدول المتقدمة، وتحديدا بين الدول المتقدمة والدول الاقتصادية الناشئة. نريد ميثاقا حيث الجميع يبذلون الجهد من أجل تخفيف الانبعاثات في هذه العقد تماشيا مع الهدف المتمثل ب 1.5 درجات، وأن المؤسسات المالية الدولية توفر المساعدة التقنية والأموال لتسرع الدول الناشئة الانتقال إلى الطاقة الخضراء. وهذا الميثاق سيعتمد على الأحفوريات وعلى بناء خطط من أجل التخفيف من استخدام الفحم في الدول المتقدمة.
القادمة بحلول عام 2030 ثم في العام 2040. هذا الميثاق الذي سيسمح بتوفير الطاقة المتجددة للجميع، هذا الميثاق الذي يمكن أن وضعها مع الاقتصاد الناشئ، مع وضع الاستراتيجيات وتوفيق الموارد ومن لما فيه مصلحة البشرية. لأن الاقتصاديتين الأساسيتان تكلموا عن الولايات المتحدة والصين أمامهما مسؤوليات مضافرة الجهود من أجل جعل هذا الميثاق وهذا العهد واقعا، وهذا أملنا الوحيد من أجل الاستجابة لأهدافنا المناخية. فإن البشرية أمام خيار، خيار الفناء أو التعاون، وإن عهدا تضامنيا هو الأمثل، وإلا فإننا سنعقد عهدا للموت. أصحاب السعادة، علينا أن ننفذ برنامج التكيف لمواجهة اضطرابات المناخية اليوم. وخذنا اليوم حوالي 3.5 مليار من الناس يعيشون في دول متعرضة للآثار المناخية السلبية، وفي غلاسكو الدول المتقدمة وعدت بمضاعفة دعمها للتكييف للوصول إلى 40 مليار دولار في السنة الواحدة بحلول العام 2025. ونحن بحاجة لخريطة طريقة حول طريقة تنفيذ ذلك، وعلينا أن نعترف بأن المسألة تنطوي على خطوة أولى. فالحاجات من ناحية التكييف يجب أن تتجاوز 300 مليار دولار في السنة بحلول العام 2030، وأن نصف التمويل المناخي يجب أن يكرس للتكييف. المؤسسات المالية الدولية والمصارف، مصارف التنمية متعددة الأطراف، عليها أن تغير نماذجها الاقتصادية وأن تقوم بدورها من أجل تعزيز تمويل تدابير التكيف، وأن تكون دعما لرفع التمويل من القطاع الخاص لخدمة التغير المناخي. إن الدول والمجتمعات عليها أن تتمكن من الوصول إلى هذا التمويل الذي ينبغي أن يوجه نحو أولوية وفقا لأدابتيشن بايبلاين أكسلريتر. وأصحاب السعادة، يجب أن نعترف بواقع وحقيقة، لا نستطيع أن نتكيف مع الكوارث التي تتسبب بالمعاناة عبر العالم. إن الآثار المميتة لتغير المناخ موجودة، وهي موجودة اليوم. الخسائر والأضرار لا يمكن أن نتجاهلها، ولا يمكن أن نسحبها تحت السجادة. في الواقع إنها مسألة جوهرية عن التضامن الدولي والعدالة المناخية. هؤلاء الذين ساهموا أقل ما ساهموا في أزمة المناخية يدفعون كما الآخرين، وهنالك آثار لا في دول ليست لديها الوسائل للتحضر. وبالتالي فأنا أتكلم عن تغطية النظام المبكر للإبلاغ، والحكومات عليها أن تأخذ قطار التخلص من الانبعاثات. ونحن نعلم أن دول تعاني من الخسائر والأضرار نتيجة تغير المناخ، من خلال التصدي للخسائر والأضرار. فإن هذا المؤتمر يجب أن يوافق على خريطة طريق واضحة مع جدول زمني تعكس حجم التحدي وخطورة التحدي. وخريطة الطريق يجب أن تسمح بترتيبات من أجل التمويل مع تحقيق النتائج الملموسة في الخسائر والأضرار. وهذا محور التزام الحكومة من أجل نجاح هذا المؤتمر، مؤتمر الأطراف 27. أصحاب السعادة، أيها الأصدقاء الأعزاء، الخبر السار هو أننا نعلم ما علينا أن نفعله، ولدينا القدرات التكنولوجية والمالية من أجل القيام بمهمتنا. حان الوقت للأمم بأن تجتمع معا وتضافر جهودها من أجل التنفيذ. حان الوقت للتضامن الدولي عبر الحدود، التضامن الذي يحفظ حقوق الإنسان ويضمن مساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان وللمدافعين عن البيئة من أجل الاستجابة لتغير المناخ. لا ننسى أن الحرب ضد الطبيعة انتهاك واضح وسافر لحقوق الإنسان، ونحتاج إلى عمل مناخي جسور. الفرص، شباك الفرص ما زال مفتوحا، ولكن يبقى ضوء ضئيل وخافت جدا. نربح حرب المناخ في هذا العقد، وإلا سنعاني، وهؤلاء الذين يستسلمون هم الذين سيخسرون. لذا دعونا نناضل معا، ودعونا نربح معا،
من أجل الشخص المولود الجديد، وهو المولود الذي يحل في الرقم 8 مليار على كوكب الأرض. شكرا جزيلا.